يعني مثل ما بتعرفوا أنا كونتراريان بهذا الموضوع ورأيي مغاير جدا يعني، وبدي يعني للأسف خالف الرأي الأستاذ عبد المحسن اللي قابلته شوي سابقا. خلينا نرجع بس للتاريخ، يعني بس قبل العام 2000 وقبل العام 2008، يعني آخر ربع من 2000 وآخر ربع من 2007، بس شوفوا التفاؤل اللي كان سائد وقتها، وحتى الفيدرالي شو كان عم يحكي، انه سوفت لاندنج ما في اي مشكله، ريل سيت سيكتور ما في اي مشكله، وبالنهايه صار عندنا ازمه ماليه عالميه، كان النظام المالي العالمي رح ينهار خلال اشهر. فيعني هذا التفاؤل انا ما بشاركه ابدا. يعني بالنسبه للمحللين الماليين تبع البنوك الكبرى، عاده ما تكون الماركت صعودي بيقولوا الماركت صعودي، ولما يكون نزولي بيقولوا نزولي. خليني اقول لكم رقم واحد بس، رقم واحد الراسل 2000 اللي هو مؤشر امريكي للاسهم الامريكيه، 2000 شركه تقريبا، صغيرة هو بيعكس متوسطة. الاقتصاد الامريكي اليوم. اذا بنطلع على الارباح الربع الرابع انكمشت 30%. انا بوقف هون. طيب يعني، طيب يعني كلامك هذا يحتاج تفسير إلى الارتفاعات التي نراها في وول ستريت. هل يعني ما هي العوامل؟ هل هي عوامل أساسية؟ هل هي عوامل فنية؟ هل هي مزيج؟ طبعا إذا نتحدث عوامل أساسية فعلى ما تقول نستبعد هذا العامل. كيف نفسر هذه الارتفاعات الآن؟ نعم، في عدة عوامل، ما في عامل واحد مثل العادة. السوق الأمريكي هو سوق مومنتم، يعني لما يكون في هايب مثل بالعام 2000 كان الإنترنت، سيسكو وقتها، شركة سيسكو عملت مثل أنفيديا اليوم، كان في وقتها اختراع الإنترنت وتداول الإنترنت، فوقتها كان الصعود الجنوني كان على الأسهم شركات الإنترنت، يعني سيسكو وياهو سان مايكرو سيستمز وغيره، وبنعرف شو صار بعدين. بالعام 2007 وبداية 2008 كان سوق العقارات بأمريكا اللي هو السب برايم والأسيت باك سيكوريتيز، وقتها صار في صعود جنوني بفضل هيدي الأصول. اليوم عم يصير نفس الشيء اللي هو الهايب حول الذكاء الاصطناعي. هلا اللي عم يغذي هيدا الطلوع هو السياسة المالية، الفيسكال بوليسي تبع مسز يلن. يعني اليوم الحكومة الأمريكية عم تصرف بشكل عالي جدا، يعني الدين الامريكي عم يزيد كل 100 يوم تريليون دولار، هيدي مبالغ خياليه، يعني كله هيدا عم يتم انفاق تم انفاقه بالاقتصاد الامريكي، وهيدا اللي عم يدعم الاقتصاد الامريكي اليوم بهذا الصعود. بس هل الحكومه الامريكيه قادره تستمر بهيدي سياسه الدين كل 100 يوم تريليون دولار وببادجت ديفيسيت 2.5 تريليون دولار ولا لا؟ إذا طيب لا، الاقتصاد الأمريكي بده يعمل هبوط وتوقف. إذا لا وممكن يعمل الاقتصاد الأمريكي هبوط وتوقف، ما كيف ستكون الانعكاسات؟ يعني رح يصير عندنا سبيل أوفر على الأسواق وعلى الاقتصادات الأخرى، ما هو السيناريو المتوقع في حالة هذا السيناريو؟ وهل هناك سيناريو إيجابي متوقع لحتى شوي نكون بالانس؟ يعني إنه إذا هناك سيناريو سلبي، شو السيناريو المقابل الإيجابي؟ السيناريو السلبي هو انه بدنا نفوت بريسيشن، وهيدا براينا نحن ضروري، لانه اليوم السيطره على نسب التضخم الموجوده حاليا اللي هي ستيكي، وشفناها بالسوبر كور بي سي اي اللي هو بيطلع عليها الفيدرالي، صح. لازم يصير في ريسيشن. اوكي، وهيدي مش نهايه العالم، يعني مش اول مره الاقتصاد الامريكي بيفوت بريسيشن، مش لازم نخاف من الموضوع، بالعكس هذا شيء جيد. بالنسبه للسيناريو الايجابي انه هيدي تستمر، هيدي العمليه اللي نحن فيها اليوم لفتره اطول، بس بالنهايه كل طلوع له نزول، يعني هذا اللي منخوف منه. الشيء الايجابي بالموضوع انه اليوم في بدائل، وعم نحكي عنها الاسهم اليابانيه صار لي اشهر عم نحكي عنها، الاسهم الهنديه، الاسهم البرازيليه، اسهم دول مجلس التعاون الخليجي، يعني اليوم المستثمرين عندهم بدائل عديده ومتعدده للاستثمار، مش بس انفيديا. طيب يعني هل هذا معناه دكتور ايضا انه انت لا تخالف فكره انه يكون رفع الفائده مطروح على طاوله الفدرالي الامريكي في الاجتماعات السابقه؟ لا، يعني حسيت هو في مع تعجب، كل حسيت في الأنف علامه تعجب. يعني دخول مع الريسيشن، لانه هذه يعني حتى بعض البنوك الكبرى لم تستبعد هذا الامر، حتى لو في شريحه واسعه تستبعده يعني، لكن في بعض الاقتصاديين لا يستبعدون هذا الامر.
أخي العزيز، بس ارجع بالتاريخ وشوف اقتصاد أمريكا عبر العقود، عدة عقود من الزمن. لما تجي الريسيشن بأمريكا بتجي بدون وورنينج فجأة، بنكون نحن بسيناريو متفائل جدا وكل شيء طلوع والكونسيومر سبندنج، وفجأة في هبوط سريع جدا للاقتصاد الأمريكي. هذا الاقتصاد الأمريكي كل حياته هيك وراح يستمر هيك برأينا. طب اللي عم بيأثر على يصير إنه اقتصادات في عندك المنطقة خاصة، هي مربوطة بالدولار، يعني اقتصادات هذه صح المنطقة هي مربوطة بالدولار نوعا ما، إلى أي درجة يمكن أن نرى تأثير؟ لأنه كمان في هذا الموضوع صار في شوي انفصال بين اقتصادات المنطقة والاقتصاد الأمريكي نوعا ما، مش كتير يعني، بس هل يمكن أنه هذا الهبوط أو هذا الركود يكون كمان له تأثير على اقتصادات المنطقة؟ تأثير محدود جدا، لأن اليوم اللي صار بدول مجلس التعاون الخليجي هو شركاء تجاريين آخرين نحو الشرق، وصار في اليوم استقلالية ل يعني to a certain extent. فاليوم نحن برأينا نحن مش بسيناريو مثل 2008، لأنه اليوم هيدي الأزمة إذا صار أزمة بأمريكا ما راح تكون أزمة عقارات، هي أزمة بحت مالية وأزمة ديون سيادية. واليوم نعرف دول مجلس التعاون الخليجي ما عندهم مشكلة ديون، عندهم فائض وعندهم ادخارات ضخمة جدا. فاليوم التأثير رح يكون محدود جدا، رح يكون في تأثير على الاقتصاد العالمي ككل، بس تأثير محدود جدا على دول مجلس التعاون الخليجي. دكتور ريان لوموندا، شريك المؤسس والرئيس التنفيذي في نيو فيجن لإدارة الثروات، كنت معنا من دبي، أهلا وسهلا.